نرحب بكل يلا شوف اسلام ابو اسلام راه نبداو بالمحليه ديال البقاره باش موراها النشاط الرياضي دور أن يفوت المرتبة الثانية ننتظر المرتبة الثالثة صافي إذا السيدات ثلاثة هون واحد إذا انطلق السباق اللي في السباق الوحيد نحتل المرتبة الأولى وصلت ننتظر من سيكون المحتل للمرتبة الثانية ومن تكون المحتلة للمرتبة الثالثة لا زال السباق في أشده هنا بهذه الحلبة في المنطقة الرطبة بزوار بكرة من المحتل المرتبة الثانية اللاعبة والبدرة المستقبل فسنتهد الأبناء إذن لازلنا أن ننتظر المحتلة للمرتبة الثالثة في هذا السباق ونطلب من فيه